نجيب جاوبه تليفونك باش تكلف لك شحال ميول. قلت بربي ذي اللي طلبني ما نجاوبش. المره الثانيه المره الثالثه المره الرابعه في المره الرابعه هزيت التليفون فهمت. قال لي جو سفي دون لامير، جو سفي دون لامير. دخلت فيه سبان ما عندكش فكره. خليني انا عرفت اللي هو سليم شيبوبي يكلم فيا. يا خويا قلت له خويا رانا. قال لي وين انت وانت؟ قلت له راني في الاوتيل. قال لي بدل حوايجك وخذ تاكسي وارجع وين كنت. انا والكاميرا مان بدلنا حوايجنا ومشينا للوتيل. احنا هاو بدا عاد ضرب من هنا. ها تاكسي وقفت خرج سليم شيبوب فهمتني. دخلت يدي المكتوب قال لي يزي من الركاكه تم رشوه هذه تو ولا هو مو مش به راي جمعيتك. هو انا ما مش به خويا هو فيفا ما تاخذش فلوس يا خويا ما عندناش احنا مشينا مش خذيت يا ولدي. خلص التاكسي خضروا قال لي خذ تاكسي هو ضالي خلص عليكم الرحله كامله. لا لا تاكسي لا رحله كامله كل شيء خلصها طارق ثابت لارجونت بوش والدنيا كل طارق ثابت مش خلص عليكم كل شيء سليم وقتها كذب على خلص علينا وقتها من وقتها خذينا اون شارج اي تحب نوصل بيك ما عندي خذينا اون شارج جولد جينا داخلين احنا بقعة الاولى نيله هزنا فيها اللي فيها الكاميريه نتاع الفيفا كل شيء فهمت. جات باش تحط قال لي شو لا تعرف تتكلم لا بالعربي لا بالسوري لا بالانجليز بكمه تبعني وكاو تبعوا فيه دخلنا جات باش تحط لنا واحده سيلفر قال لها جولد بليز حتى لنا كل الارجون قال لها لا ذهب ذهب معناتها تنجم تسرح في كل فين تمشي عندك توزون. ومن وقتها قال لي اللي بتي دجني انا والكاميرامان والفطور وكل شيء تستحق فلوس قل لي الى اخر وقت خاطر هو روح قبلنا بنهارين. عيط لي قال لي منصف تحب فلوس. قلت له يا ودي الفلوس اللي عندي اكثر منك انت وانا ممكن عندي واخذه 200 دولار ولا فهمتني. هي عاد اخويا السيد هذا شنو تحب نقول لك مش وريت وريت قيمته غادي وش والناس من بلاتير وانت هابط شو اسمه بلاتيني ناس كل ساعه سهل لي اموري. وقتها زاد معز قتلني بالضحك يقول لي شكون عملت انترفيو اليوم منصف كل يوم معز تقبل كل دقيقه ما عملش تليفون يقول لك ديباني تروح ولا لا الخدمه يموت على الخدمه. نقول له راني عملت بلاتير قال لي لا محسوب راني عملت نتاع نتاع الكاف شو اسمه حياته عيسى حيوان محسوب راني عملت البلاتين هي لا قد شنو شكون باش نعمل البابا وامي قيمهم حسيلو سيتي تري زاكريابل. ولكن وقتها اللي عملناه من قلب الحدث اكبر تلافز العالم بكل تواضع عن شهاب عمل لي وقتها حلقه خاصه من قلب الحدث سماها ساعتين ما عملوهمش يعني رانا الممنوع عملناه وصدمنا وكان ينجم يقتلونا بسهوله راهو. تصور انت بي بي سي والدنيا قدامك واقفين واحنا ندوبلو على العرب الكل ونمشيو واحنا عندنا عاد البادج البادج زين البادج اللي كنا ما عندناش الحق في البادج ولا عندنا حق في البادج يدخلك كل شيء. باهي حاج نجم نقولوا كنت مناضل قبل وقت بن علي مناضل فيش خاطر باش نقول لك حاج كنت تخدم في السور هزوك الداخليه اوه لا وقت راهو هذيك مش هذيك جات اشوفال بين دبيبة وبين علي وصار برشا حاجات وقتها في الداخلية حكي لنا شنو صار وقتها تسمى مناضل هذيك نسأل فيك مثلا قول لي أنت احنا بدينا النضال وأنا عمري 6 سنين يا سيدي نهرب بالسلاح مع بابا فهمت تهرب بالسلاح أي نعم كيف نهرب بالسلاح في كاميونات إنسان معروف تو مش نقولوا سوا ديزون يهزوا في سكر الجزائر وهما داخل علاش يهزني أنا وعبد القادر خويا يهزنا باش يتلف يعني بوتلوف للجدرمية يقول لي ما تتكلمش بسوري شنو وقت الاستعمار هذا وش هي وقت الاستعمار اي مازال نمشي كل سنين ترى بالسلاح لا نهزوا سلاح باش نعديوه للجزائر وقتها من عديو فيه من وين صارت الحوادث في تونس والجزائر واختلطت الدماء كنت مناضل مناضل هو دي مناضل انا ما نعرفش انا نمشي مع بابا نسخايب روحي نحوس وهو يعمل في بوت اللوف وقتها نركبوا معاهم باش كي يجيو الحرس نهبطوا لهم احنا يقول اي هبطوا لهم برا نمشيو لهم بومبون مسيو بومبون يقعد يسبوا فينا احنا نعمل روحنا ما نعرفوش هذا انا احنا كنا عندنا في الفرنسفيل في دارنا عندنا كاف كامل كانوا المناضلين يتخباو غادي وتجيهم الفطورات وتجيهم الماكله نتاعهم. عم عمار الله يرحمه اللي كان هو شوفير بورقيبه وقتها كان هو يجيب في الدنيا هذه كل واحنا كنا معناتها ماخذين ورموا على عاتقنا حاجات اللي التوانسه الكل كانت ماخذتها على عاتقها. شنو صار في الحكايه اللي حكيتها لك انت في الصور وقتها؟ في الصور عملنا ولدي جريده مش نقول لك اللطف يا ولدي ما خلينا حتى حد لكن اللي ربما ما جبدش الانتباه نتاعهم واني نتبع في دار الحزب طبعا وجاي وشريان الوراق كل من دار الحزب دونك ما جاش لبالهم حتى احنا كثر لنا كان انور بالي وقتها
هو مدير جريده ورئيس تحريره، ماني قدك ديما رئيس تحريره والمشرف الاول والدنيا كلها هو انا. سبينا المزالي وسبينا الدنيا وسبينا الناس كل، فما شكون ما سبيناش الله يرحمهم ان شاء الله يسامحونا. سبيهم قولوا في الحقيقه، راه شفت بالمكشوف، شفت بالمكشوف السور بالمكشوف فوديس. اي جاو هزوك الداخليه، عيطولي الداخليه ساعة جاو لداري على خاطر عنوان الجريدة كان داري 43 نهج كذا وكذا، جاو لداري هما وين المقر خذولي هذا مقر داري، جيني شوبات لهنا وكل شيء وين الجريدة، حليت لهم المال كانت عندي يير 19 في ذولي وقت هكا بيضا، قال لي شنو هذا اللي تعمل؟ قلت له هاكا قلمات مساطر شوية كبت على الماكيات الدنيا هذاك هو، معناش راهو مقر هكا ولا شنو وصلك هزوك؟ ما هزونيش كذب على ربي ولا مال، استدعى تجي للداخلية. أوكي. جيل الداخلية وقتها باش نشوف واحد اسمه بن جميع مدير درا شنو، سي بن جميع هذا عنده حسب ما قال لي هو عنده يدزوا فيا ساعة راه هاك شوية ضرب مشط ضرب على الكتف وكل شيء سبان وشنو، عنده تعليمات واضحة اللي أنا من غادي يزوني طول. كي تخلت أنا تصور أنا داخل باش نتعاقب، عارف روحي باش نتعاقب، وخليت وصايا مع واحد قلت له اذا ما خرجتش راهم هزوني، ولذا ما تعلم حد، قلت له تعلم مرتي. اش حكاوا معاك وقتها؟ قال لي ما شنو شنو ساعه بشويه عاد مش حكاوا معاك. كي دخلت مشيت بوستو، ما عادش عندي برشا وقت وعندي برشا اسئله. كي دخلت مشيت بوستو ايه، يقول لي عايش بوستو ولدي ايه، ولدي كان الاستاذ نتاعي في الصدقيه. طلع تعرف طلع معك مش ما اعرف انا هكاك ربي دني حسيلو من اللي كنت قلت لهم وانا نتكسر وقتها انا المسؤول الاول وانا كذا وكذا، ثم جات تعليمات من عند احباب ربي ربي فضلهم كما سيادتك خويا الغالي اسلام، قالوا لي انت مسؤول كان على حوايجك، وانا كنت نضرب كما ضربوا الجماعه خاطر انا مانيش فاتن الجماعه من ورايا. شفتي قداش بسيط يدزوا فيا، لا احنا خطينا، لا ذاك المسؤول، ذاك المسؤول على كل شيء. قلت لهم انا مسؤول على حوايجي، بعدش شديت مسؤول على حوايجي، مشينا والله يضر لي خاطر نقلت من برشا بقايا راهو بحذا بارد وبحذا شنو هذوكم ما نعرفهمش راهو صدقني به. وما زلت كي حاسين وسلكناها خلصنا الحمد لله. كاميرا كاشي على وجه هذا كنت في بالك بها؟ يا ولدي يضر لي كي بكل في بالها بي يضر لي خاطر كي جينا قال لي معز قال لي راهو بربي منصب باش يعمل، واللي طيحني في البياج هو اللي باش يتكلم هذاك اللي كان في انجلترا اسمه معناتها فما مصداقيه وفما كذا ماكهلان فهمتني، فرحوا بينا يا سيدي. ما كنتش في بالك بها؟ والله العظيم لا في بالي، كان في بالي ما نمشيش. تو واش قلت لك انا قبل ما نمشيك شقلت قلت بربي كان كاميرا كاشي يزيني. ينجم يكونوا ما قالوا لكش ممكن بخبرتك في الاعلام تنجم تكون لا لانهم والعبد حبيت تلعب دور البطل شويه. والله العظيم لو كان فطنت بها في اي وقت حتى بعد نص ساعه ناقف قد نعم في التمثيليه مانيش ممثل عاد انا. واللي زاد غلطني 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 هو خالد حسني، راه خالد حسني ما ريتوش راه وصلنا لانويان باليدين تعاركتوا والاستاذ فتحي المولدي حز وكذا والدنيا وما فيها. اي خاطر وقتها ظهر عندك جرأه كبيره باش تقول الكلام هذاك. هو جرأه هذيك انا ولد الجبل يا ولدي. اي خاطر ما نسولكش كنت تمثل وقت اللي بكيت على خاطره نعتبروك تستحق اوسكار وقتها في التمثيل في بالمكشوف. في بالمكشوف بالمكشوف ما بكيتش على خاطر، بكيت من الظلم. تو قبيله كي وصلنا قلت لك نقول لك شنو اللي عمل العربي نصر كيفاش كلم السيد الرئيس الله يرحمه وينعمه فهمت، وقال له ولينا تصور انت داخل البلاتو مع مدرج بناني وهذا وتسمع تقول لك راهو الرئيس قال لك باش تصور وتعمل وكل شيء وبلاش. انا نحبك تكون معايا صريح، انت وقتها في بقعتي انا وانا عرسه من عرس حنبان واقدم واحد في البلاتو اش تقول للرئيس وقتها؟ هي ما فما برشا حسيت فما برشا اكسي معناها في الكلام اللي قلتها كلام من نوع يرحم والديه يرحم والديه ربي يفضله ويطول في عمره. انت مثال للعالم. ايه علاش مثال للعالم؟ غلطت في البكيت لازم تكون غلطت يا ولدي نجاوب ما غلطتش ربي معايا انا نقرا نقول له والله واحد ثلاث مرات ما غلطتش خلق صراحه. علاش كان قلت انت قدوه للعالم؟ لانه وقتها الرئيس اقترح سنه الشباب ولا شنو والامم المتحده طبخوا جيب شو كله. طيب بن علي قدوه للعالم تركها حاجه شي قدوه للعالم يا ولدي، لكل مقام مقال ولكل عصر جاحد. احنا عمل معانا الخير، عمل معانا الخير كنا ما كذا وكذا وسرحنا وعمل لنا كل شيء. شنو يقول له؟ نقول له وانا يا ما فهم برشا عبيد برشا عبيد عايش الظلم نتاعو وقتها والقهر نتاعو موجود
لا هو استفزاز كاين. انا عملت استفزاز البك معناتها البكاء يمكن وقتها البكاء مبالغ فيه. يا ولدي انا نبي انا تنجم تحكي لي على اللي تحب تمسني هكا في حاجه ترجي بابا من غير ما نشعر. والله العظيم يا اسلام وهوك ربي يشهد عليا لو كان جيت نتحكم في البكيه نتاعي والله العظيم لا يلعبني واحد في تونس لا في السياسه لا في الاقتصاد لا في التاريخ لا في اللي تحب. انا راني مانيش قاري لهنا، انا قاري في اكبر جامعه في انجلترا، انا متخرج من المعهد الاعلى للصحافه في انجلترا في قلب لندن. تغنوا على العباد ونجم نجعل الفيديو هذيك بعد الثوره باش ينتقموا من منصف بن سعيد. صار فيا ما عندكش فكره، ما عندكش فكره السبان اللي سبني مثال سوء نيه والا لا 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 بسوء نيه تسيبوا عليا ما عندها مش معقولك العدد المهول هذاك تو الراء سامحني انت تو بعدين اسلام يسبني يا اللي بيك ويا اللي عليك ويا اللي كلام كبير من غد وراه في كارفور يجي بوسني حاج خميس عليك يا حاج نفاق شنو هو هالنفاق وين وصلكم النفاق هذايا. لكن وقت اللي جاتك الفرصه نتاع جده الو جده هكا ولا يا ولدي ندعي نقول يا ربي يا ربي قداش تحبني يا ربي اللي اعطيتني فرصه حتى نعبر على راه فما الناس التوا اللي تبقى فيا اقل حاجه انت ما كبكيت تياو توا الناس الكل قاعده تبكي عليك فما شكون طلب هذا مش الناس الكل ما نعموش ما هو عاد اخويا صيغه المبالغه اي ما نعموش ما نعموش لا فما عباد صيغه المبالغه صيغه المبالغه حاج انا عمري راني انا عمري ما كنت نحب رئيس راه ونتكلم عليه ندافع عليه ربما انا كيما قلت لك بعد المولى والرسول ترجي وامي بابا ووليداتي هذوكم اللي نحبهم بالمجد وهذوكم اللي نبكي عليهم راني اخوك انا والسياسه ناين. خلينا نكمل اخر سؤال كمل اخوي اللي تحب شنو للبريك نتاعنا فما علامي حب ياخذ بنتك اي فما ما حبيتش تعطيها له في الشيخه في الشيخه في ال... في الاعلامي اللي انا نحبه برشا نحبه ياسر ياسر وش يقول على اسمه نقول انا كبير في الهند قول نقول انا بولبل يا ولدي بلال صحيح لي زميلنا بلال العلوي صاحبي ياسر ومن الحاجات اللي قلت له يا مهف تحب تاخذ بنتي باش تورثني في الدار فهمتني اي ما كانت على سبيل الدعابه معناها مش مش بالحق معناها لا لا فما لا فما فرح كبير في العمر وكل شيء اما نعطيها له بنتي ما نعطيهاش لبلال باش يشتوا مرته وتسمع اي معاذ وانا ولا وبنتي انا معرزه بولادها زاد لا وقتها كنت علاش لا يا شبكش زاد تحيه اليوم الزوز تحيه تحيه اليوم من لا به حاج باش نبداو الريبريك نتاعنا الكويز والكيب تيب معاك الكويز مجموعه من الاسئله جاوبني بكلمه فقط لكن قبل هذا سهلين اي سهلين فقط قبل هذا نمشيو لبنزرت مع نهايه مقابله الترجي والسي بي مع زميلنا رمزي من غربيه. رمزي اهلا بك. مرحبا بك اسلام ومرحبا بالساده المستمعين على راديو اكسبريس اف ام. نحكيو على مباراه النادي البنزرتي معنا سفيان الحدوثي في المباشر مشكور معناها سمحنا نحكيو على مباراه النادي البنزرتي لانه مروح في الحدوثي على موجات اكسبريس اف ام اسلام في البلاتو. مباراه اليوم النادي البنزرتي كاد معناها يحقق نتيجه ايجابيه معناها لولا معناها الهدف الثاني اللي ضيعه نادي الجدي السيابي قدم مباراه ممتازه رغم التحضيرات الناقصه. بسم الله الرحمن الرحيم. مباراه اخرى ممتازه وما فزناش بها على اثر هفوات معناتها هذول بدائيه هدف الاولاني سجلناه نحن هدف ثاني هفوة من حارس مرمى صغير عمره ما شاد سينيور ويزلنا نقبلوا الاخطاء نتاعو باش هو يتعلم خاطر هذوكم هما اللي قول نتاعنا سينو شوط الاولاني ضيعنا الثاني والثالث الترجي في ليباليتي فاز علينا مي جو بونس با سي لو بلان تكتيك ولا بلاسمون ولا انيماسيون اوفونسيف ديفونسيف كنا ممتازين. الفريق نتاعنا قدم مباراة ممتازة فما اوقات بدنيين ديما ننهاروا فيهم ان شاء الله نكونوا جاهزين في المباريات جايين وان شاء الله الامور تتحسن في النادي الرياضي البنزرتي. على ذكر النادي البنزرتي كيفاش ترى المستقبل في الحدوثي؟ والله ما زلت ما قعدتش مع الهيئه التسييريه تاع الفريق ان شاء الله في اقرب وقت الامور تتحسن فريقنا كرويا ممتاز. شكرا اسلام. كان معنا سفيان الحدوثي مدرب النادي البنزرتي. كان تسمحوا لي رافج عادي في اكسبريس سيام كان نجموا ناخذوه لحظه بركه لكن المسؤولين في الاعلام في الترجي معناها رفضوا انه يكون موجود معنا اسلام رافي الجعايدي. نحكيو على المباراه اسلام بسرعه رمزي بسرعه الشوط الاول اهم مسافه في المقابل
مساف المباراة أنه نادي البنزرتي ادخل معنا المباراة بروح جديدة بعد الهيئة الجديدة بعد خروج عبد السلام السعداني. نادي البنزرتي تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق ديمبيلي في الدقيقة 20، بعد السيابية ضيع الهدف الثاني عن طريق نادر الجربي وتصدي رائع تورنو دي ماتش قام به الحارس معز بن شفية. الشوط الثاني هو شوط الترجي الهلالي التونسي تمكن من تسجيل الأهداف، الهدف الأول في الدقيقة 51 بودراما ضد مرمى، ودقيقة 61 كوليبالي بعد الترجي وخر التالي ونادي البنزرتي حاول باش يعدل لكن المباراة وفات بتقدم الترجي 2-1 في ملعب أحمد دبسيري في بنزرتي. يعطيك الصحة، شكرا لك رمزي بن غربي على كل